لبنان ميداليتين فضيتين ببطولة كأس العالم للماسترز يلي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو عبر الربعين اللبنانيين وجيه البني وصاحب كأس العالم بالموسم الماضي خضر منير عليوان يلي خسر الذهبية بفارق الوزن، حيث أنه جمع مع الرباع الياباني 240 كيلو وشارك خضر عليوان عن فئة 40 سنة ووزن 70 كيلوغرام. واليوم عاد عليوان إلى بيروت عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان باستقباله الأهل والمحبين، وكان خضر عليوان قريب جدا من تحقيق الذهب، ولكن الخسارة كانت بمجموع الوزن مع صاحب الأرض اللاعب